أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفن الزراعي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج في بيتنا مدرسة على قناة مصر التعليمية ومادة محاصيل الحقل. وحلقة اليوم طبعا جميع المجالات للصف الثاني الزراعي. حلقة اليوم إن شاء الله هنستكمل فيها ما بدأناه في الحلقة السابقة عن محاصيل الألياف. نراجع سريعا، احنا قلنا محاصيل الالياف هي عباره عن محصولين هندرسهم بكل التفاصيل بتاعتهم. قلنا محصول القطن ومحصول الكتان. بنعمه ربنا ان شاء الله النهارده هنستكمل مع بعض الدراسه ونخص بالذكر محصول الكتان. وقبل ما نبتدي في محصول الكتان كدراسه، نراجع مع بعض النقاط الهامه في محصول القطن. قلنا ان محصول القطن تعتبر اليافه من اهم الالياف النباتيه في العالم، وهو محصول الألياف الرئيسي، محصول الألياف الرئيسي، وأليافه ألياف بذرية، يعني تؤخذ ألياف من البذور، لأن في الكتان النهاردة هنلاقي كتان محصول من محاصيل الألياف اللحائية اللي هي قشرة الساق. بالنسبة لمحصول القطن، قلنا إن هو محصول صيفي مبكر، هو بشكل عام محصول معمر، ولكن في مصر وكثير من الدول محصول صيفي مبكر، بيتزرع في أوائل الربيع شهر مارس وإبريل، وبيتم الحصاد او الجني في شهر سبتمبر واكتوبر. طريقة الزراعة المفضلة كانت للقطن لو نفتكر في الحلقة السابقة كانت عفير على خطوط. طريقة الزراعة المفضلة للقطن عفير على خطوط، والخف كعملية بتتم بعد الزراعة، بيتم خف نبات القطن على نباتين في الجورة. دي نقاط هامة جدا. نقطة مهمة وفي غاية الأهمية ليا كعامل فني او كطالب علم ايضا موضع اسئله في الامتحان، وهي اتجاه التخطيط. اتجاه التخطيط في زراعه القطن بيكون من الشرق للغرب. ليه؟ عشان اقدر ازرع على الريشه الابليه. ليه ازرع الريشه الابليه مش البحريه؟ احنا عارفين ان الخط بيبقى فيه ريشه يمين وريشه شمال حسب اتجاه التخطيط، شمال جنوب او شرق غرب. فانا في القطن بالذات بزرع او بخلي التخطيط من الشرق للغرب عشان هزرع الريشه الابليه. ليه ازرع الريشه الابليه؟ لان درجه الحراره فيها بتكون مرتفعة عن الريشة البحرية. طب ودرجة الحرارة دي عامل مهم جدا لأنها بتزيد من سرعة الإنبات ومن سرعة نمو نبات القطن. التقلية في محصول القطن للنباتات الغريبة، احنا طبعا القطن المصري ممكن يتواجد في الغيط عندي أصناف غريبة زي القطن الهندي. التقليع بتاع النباتات الغريبة ده بيتم امتى؟ بيتم في مرحلة التزهير، مرحلة الإزهار. ليه؟ علل أو لماذا؟ وأيضا موضوع أسئلة امتحان بغض النظر عن الجانب الثقافي أو العلمي. أنت برضو كمزارع ليه أجي فترة التزهير أتخلص من كل النباتات الغريبة؟ لأن فترة التزهير هي المميزة من خلال لون الزهرة للقطن المصري عن الأقطان الغريبة، خاصة مثلا القطن الهندي. فقلنا الزهرة في القطن المصري زي ما درسنا الوصف النباتي لون الباتلات بتاعتها أصفر، أما القطن الهندي والأقطان الغريبة بتكون أبيض عاجي. فأنا أقدر أميز في الفترة دي النباتات المختلفة عن نبات القطن المصري. الجني أو الحصاد في القطن بيتم بصورة يدوية وعلى مرحلتين. المرحلة الأولى عند 60% من نضج اللوز، المرحلة التانية بتكون بعد 15 يوم طبعا أو عند باقي تمام النضج. والجني بيكون في محافظات الصعيد مبكر شوية عن باقي محافظات مصر طبعا، لأن الصعيد الجو فيه مرتفع وطول ما الحرارة عالية خاصة مع نبات القطن النمو بيكون أفضل. معلومة كمان، المحصول الناتج من محصول القطن قلنا عليه قطن زهر. قطن زهر بعد ما بنفصل الألياف عن البذور من خلال عملية الحليج بيسمى قطن شعر. عملية الحليج دي مهمة، بيتم فصل الألياف من بذور القطن من خلال عملية اسمها عملية الحليج. فالقطن الشعر ده قطن تمت ليه عملية الحلج. أفضل أصناف القطن بشكل عام هي الأصناف المصرية، ولو قلنا ليه لماذا بما تفسر، لان هي اصناف فائقه الطول مقارنه طبعا بالاصناف الامريكيه. اخيرا في القطن، اصناف القطن الفائقه الطول بتزرع في شمال الدلتا، اما الاصناف الطويله بتزرع في باقي محافظات مصر. وده كان محصول الالياف الرئيسي. ننتقل بقى مع بعض لتاني اهم محاصيل الالياف زي ما هنتابع على العرض التقديمي، وهو محصول الكتان. محصول الكتان كده نلقي نظرة سريعة كده على الأهمية الاقتصادية. ليه هو محصول لازم يوضع في الاعتبار وندرسه بشكل علمي كبير ونوصل لنقط كبيرة جدا
ونستخدمه. ليه؟ ايه الاهميه الاقتصاديه بتاعته؟ هنلاقي 5 6 نقط نركز فيهم. اولا هو مهم اقتصاديا لانه من اهم محاصيل الالياف والزيت في مصر. هنا بقى الوضع يختلف شويه. احنا عارفين طبعا ان القطن برضو بنستخرج من البذور الزيت، وقلنا على الزيت بتاعه زيت فرنساوي. هنا الكتان بستخرج منه الياف وبستخرج منه زيت، فبنسميه ثنائي الغرض. تاني اهميه اقتصاديه للكتان، اليافه تستخدم في صناعه المنسوجات الكتانيه والدباره والحبال زي ما ظاهر في الصوره معانا. تالت نقطه، ساس الكتان بيستخدم في صناعه الخشب الحبيبي. ايه هو ساس الكتان؟ طبعا دي لفظ خاصه بمحصول او مصطلح خاص بمحصول الكتان، هو الخشب بعد فصل الالياف. عارفين ان الكتان عباره عن الياف لحائيه، يعني باخد اللحاء او القشره على الساق، القشره اللحاء هو القشره الخارجيه. طب الخشب الباقي المتبقي بقدر استخدمه في صناعه الخشب الحبيب. رابع نقطه، بيستخرج من البذره زيت يستخدم في غذاء الانسان، والزيت هنا يطلق عليه الزيت الحار. خامس نقطه، الزيت المغلي بيستخدم في صناعه البويات والورنيشات. سادس نقطة، الكذب المتبقي بعد عملية استخلاص الزيت من البذرة يستخدم كغذاء لحيوانات اللبن. نلقي نظرة سريعة على الإنتاج المحلي. المساحة المنزرعة من الكتان في مصر بتوصل حوالي 30,000 فدان، مقارنة طبعا بالقطن اللي كان وصل ل 400,000 فدان لأنه محصول ألياف رئيسي زي ما قلنا. إنتاج مصر من الكتان بيمثل حوالي 2.2% من الإنتاج العالمي للكتان. زراعته تتركز في محافظات الغربية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والأليوبية والجيزة. طبعا في مساحات قليلة كده في جهات متفرقة، ومحافظات شمال الدلتا تعتبر أكثر المحافظات إنتاجا للكتان. وعندنا نتائج التجارب بتشير إلى نجاح زراعة الكتان في الأراضي الجديدة بمنطقة شرق الدلتا والنوبارية، خصوصا الألياف الناتجة في الأراضي دي أنعم من الألياف الخاصة بنباتات الكتان المنزرعة في أراضي الوادي القديم. نروح سريعا للوصف النباتي كجزء عملي. الكتان طبعا نبات عشبي حولي قائم يتبع العائلة الكتانية، فالجذر هنلاقيه وتدي غير متعمق. الساق طولها ما بين من 50 ل 120 سنتي، بيختلف تفريعها حسب الصنف، ودي نقطة مهمة هنقعد فيها نشرح فيها حاجة كده مميزة. يعني ايه التفريع بيختلف على حسب الصنف؟ هنقول ان في اصناف بتزرع لانتاج الالياف، وفي اصناف بتزرع لانتاج البذر، وفي اصناف بتزرع للغرضين عايز استخرج منها الياف وزيت. طيب الاصناف اللي هتزرع لانتاج الالياف بتكون اصناف غير متفرعه، الساق بتبقى طويله ما فيهاش اي فروع غير بس الفروع القميه اللي بتنتج معايا بذور حفاظا على الصنف. والمنطقة اللي هي من العقدة الفلقية لمنطقة التفرع القمية بتسمى بالطول الفعال أو المصنف. طيب الأصناف ثنائية الغرض اللي باخد منها ألياف وباخد منها بذرة، النباتات دي بتشيل فروع بس بنسبة متوسطة أسفل التفريع القمي، يعني جانب للتفريع القمي فيه تفريع تاني. طيب الأصناف بقى اللي أنا بزرعها بهدف إنتاج البذور عشان أستخرج منها زيت، دي بتبقى متفرعة من فوق سطح التربة لغاية التفريع القمي، متفرعة بشكل كبير جدا، فبتديني محصول عالي من البذور، ومن ثم انتاج الزيت بيبقى بنسبة كبيرة. اوراق الكتان ورقة بسيطة كاملة الحافة ضيقة جالسة بشكل متبادل على الساق، يعني بتتواجد على الساق ورقة يمين ورقة شمال، طبعا بتتساقط عند النضج. الزهرة زي ما احنا شايفين في الصورة زهرة خماسية خنسة، لونها بيختلف من الأبيض أو الأزرق أو البنفسجي، وخماسية فهيكون التركيب الفسيولوجي الخاص بيها كله خماسي، يعني الكأس هيكون سبل ذو خمسة سبل سائبة، التويج هيكون فيه 5 بتلات، الطلع هيكون خماسي، الأزداء والمتاح هيكون من مبيض خماسي، كل مسكن من المبيض الخمسة دولت هيكون فيه بويضتين، كل بويضة بعد الإخصاب هتكون بذرة. الثمرة ثمرة علبة كبسولة بتكون كروية الشكل لها قمة صغيرة، وطبعا داخل الثمرة دي الخمس غرف أو الخمس مساكن اللي قلنا عليهم، وكل مسكن فيه بذرتين، وبالتالي هنلاقي الثمرة بتاعت الكتان تحتوي على حوالي 10 بذور إذا تم الإخصاب بشكل جيد.
البذرة شكلها بيضي مستدق عند الطرفين، طولها بيكون من 3 ل 5 مم، لونها بني لامع. ناخد بالنا من شكل البذرة. نروح بقى لأصناف الكتان سريعا. الأصناف المنزرعة هنلاقي في سخة 1، سخة 2، سخة 3، سخة 4، وفي جيزة 9 وجيزة 10. معظمها متشابه، ولكن هتختلف في محصول الفدان من القش ومن البذور. نتابع مع بعض نشوف سخة 1 بتزرع في شمال ووسط الدلتا، محصول الفدان بيديني 4 طن و400 كيلو، بيديني بذور 700 كيلو جرام. الفدان بيديني بذور 700 كيلو جرام، الفدان واحد مقاوم للرقاد ومرض الصدأ. سخة 2 بتزرع بقى في الجنوب وشرق الدلتا، محصول انتاج الفدان من القش 4 طن ومن البذور 750، ومقاوم ايضا لمرض الصدأ. سخة 3 وسخة 4 من الطراز الليفي، محصول الفدان في سخة 3 بيديني 5 طن وربع، من البذور بيديني 430 كيلو، وده صنف مبكر في النضج مقاوم للرقاد ومرض الصدأ. سخة 4 من الطراز الليفي ايضا، بس الفدان بيديني 4 طن و300 كيلو، والبذور بيديني 450 كيلو، مبكر في النضج ومقاوم للرقاد ومرض الصدأ. جيزة 9 وجيزة 10 بتجود زراعتهم طبعا في شمال وجنوب الدلتا، بس جيزة 9 هيكون الانتاج الفدان في القش هيديني 4 طن ونص، لكن البذور 580، طبعا مبكر في النضج ومقاوم للرقاد ومرض الصدأ والبياض الدقيقي. جيزة 10 الفدان هيديني 4 طن و400 كيلو، اما من البذور هيديني 560. تعالوا نشوف مع بعض التربة المناسبة لزراعة الكتان. الكتان بتناسبه الاراضي الصفراء التقيلة او الاراضي الطينية الخفيفة او المتوسطة، طبعا بشرط ان هي تكون جيدة الصرف. ناخد بالنا من المعلومة دي، انه حساس جدا لضعف الارض. يعني ايه؟ يعني لا يمكن زراعته في الاراضي الضعيفة او الملحية او القلوية او الرملية او الغدقة. احتياجات الكتان المناخية: نمو نباتات الكتان بتتأثر بالعوامل الجوية، وجودة التيلة أيضا بتتأثر بالعوامل الجوية خاصة الحرارة والضوء، فبيناسب الألياف موسم نمو يكون معتدل البرودة، خالي من الأمراض من الأمطار الغزيرة والصقيع، ويتخلله رطوبة كافية. ويلزم طبعا عند النضج أن يكون الجو جاف عشان عملية الحصاد تتم بشكل سهل، وعملية التجفيف أيضا سواء قبل أو بعد التعطين. الجو الملبد بالغيوم بيشجع النبات على الاستمرار في النمو الخضري، وطول ما انا عندي نمو خضري كويس او فتره من النمو طويله هتديني نمو اطول للساق، فهتديني تيله او الياف افضل وانعم. معاد زراعه الكتان طبعا هو محصول الشتوي، محصول الالياف الشتوي الوحيد. قلنا القطن طبعا محصول صيفي، لكن هنا محصول الكتان محصول شتوي، بيتزرع خلال النصف الاول من شهر نوفمبر، الأسبوع الأول الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، ممكن يستمر الأسبوع الثالث، ده شرط لا يتجاوز زراعة الكتان الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر. ليه؟ لأن التأخير ضار، التأخير هيقلل محصول القش ومحصول البذرة بنسبة 30%. لو أنا اتأخرت في الزراعة عن شهر 11 وزرعت في شهر 12 اللي هو شهر ديسمبر، طب ليه المحصول يقل سواء من القش أو من البذور؟ لأن النمو الخضري نفسه هيكون الموسم بتاعه والوقت بتاعه قصير، فمش هيديه للطول الفعال، ده غير ان النبات هيظهر بدري. طيب نيجي بقى لاعداد الارض للزراعه لمحصول الكتان. الكتان مهم قوي قوي ان انا اعتني باعداد الارض من حيث النعومه بتاعه المهد، لان البذور زي ما شفنا حجمها صغيره جدا، فطبعا بهتم ان انا احرث الارض مرتين، حرث ضيق، وبزحف كل حرتة بزحف بعدها عشان اقصر القلقيل واتمم عملية التنعيم. بعد كده بقسمها لبتون طولية والى اقسام عرضها من 3 ل 4 متر. وبشكل عام اثناء اعداد الارض للزراعة اراعي عند التقسيم اقلل عدد البتون كل ما امكن ذلك. ليه؟ لان النباتات التي تنمو على البتون وريش القنوات او بالقرب منها اليافها تكون سميكه واقل جوده، قشره الساق بتكون سميكه ودي بتقلل من جوده التيله. طرق زراعه الكتان عندنا طريقتين، طريقه البدار وطريقه التسطير. طريقه البدار دي الطريقه الشائعه في زراعه الكتان. بدار يعني بنصر التقاوي على الارض، طبعا بعد ما
بعمل عمليات اعداد الارض للزراعه، وبزحف الارض طبعا بزحافه خطيطه يعني خفيفه بين البتون عشان اغطي البذره بتاعتي، وبعد كده بقسم الارض عرضيا بالبتون والاونيا على ابعاد من 8 ل 10 متر، واروي الرايه بتاعتي رايه الزراعه. وممكن ما اقسمش الشرايح دي ببتون لو انا ارضي مستويه بشكل كبير، او بستخدم الحصاد بالماكينات. طريقه التسطير، استخدام آلة التسطير طبعا في زراعة الكتان دي الطريقة الحديثة المثلى، وما بين السطور بتكون المسافة 7.5 سم. مميزات زراعة الكتان بالتسطير طبعا خفض تكاليف الإنتاج خاصة في المساحات الكبيرة، البذور بتتوزع بشكل جيد في السطور فبيكون الغطاء منتظم وغطاء مناسب من الأتربة على البذرة، بيترتب عليه طبعا ارتفاع نسبة الإنبات، التجانس في طول وسمك السقان فبيديني الياف اكثر جوده طبعا نتيجه انتظام النباتات في النمو، كميه النبات اللازمه لزراعه فدان واحد من الكتان. لو انا زارع في اراضي الوادي هحتاج 70 كيلو، لو انا بستخدم طريقه البدار تقل شويه في الطريقه المنظمه اللي هي طريقه التسطير الى 60 كيلو. طب لو انا بزرع في الاراضي الرمليه هحتاج كميه تقوي 70 كيلو جرام للفدان الواحد. نروح بقى للتسميد ونركز فيه مع بعض. التسميد لو انا زارع في اراضي الوادي بحتاج 100 كيلو جرام سوبر فوسفات، بضيف معاهم 35 وحده او 45 وحده من الازوت، ده حسب خصوبه التربه وحسب المحصول السابق لزراعه الكتان. كميه السماد دي بضيفها على دفعتين، النصف الاولاني قبل رايه المحياه والباقي بيكون قبل الرايه الثانيه. اهم حاجه في التسميد ان انا اراعي عدم الاسراف سواء في الري او في التسميد الازوتي. خلينا في التسميد هنا، لو انا اسرفت في التسميد الازوتي بالذات عنصر النيتروجين هيؤدي الى رقاد النباتات والاصابه بالصدأ ونقص المحصول. طب في الاراضي الجديده طبعا بتبقى فقيره في الحاله الغذائيه، فهزود شويه السوبر فوسفات من 100 ل 150، وهضيف سلفات بوتاسيوم 50 كيلو جرام قبل الحارته الثانيه، والازوت هيعلى ل 75 وحده سواء من سلفات النشادر او من نترات النشادر اي مركب فيهم، وبيضاف السماد على 4 دفعات وكل 15 يوم بنسب متساويه وقبل الري مباشره. الري في الكتان يجب ان يكون معتدلا، وفي غير اوقات هبوب الرياح منع للرقاد. طبعا انا الكتان كون الالياف اللي انا عايزها منه تكون في الساق، فاذا النبات حصل ليه رقاد يبقى التيلة أصبحت الجودة بتاعتها قليلة جدا، كقيمة تجارية أو تسويقية هتقل. فأنا أخد بالي إن الري يكون في أوقات ما يكونش فيها هبوب رياح. في أراضي الوادي بضيف من 4 ل 5 ريات في الموسم، الأولى بتكون بعد 20-25 يوم من راية الزراعة، التانية بتكون بعد مرور 3 أسابيع من التانية، والتالتة طبعا عند بداية التزهير. طب في الأراضي الجديدة، موضوع توفر المية في الأراضي الجديدة ده من العوامل المحددة لزراعة الكتان. فلو أنا بستخدم ري بالرش هروي من 2 ل 4 أيام حسب نوع التربة. الحشائش كبند في الكتان نركز أوي في نقطتين، حشيشة الحارة وحشيشة الحمول. حشيشة الحارة دي بتقلل من قيمة الزيت التجارية، لو بذور الحشيشة دي اختلطت ببذور الكتان هتقلل من القيمة التجارية للزيت الحار المستخرج من الكتان. طيب الحمول، حشيشة بتتطفل على العيدان او السقان نفسها فبتضعف النبات، غير ان هي بتشوه شكل التيلة وبيتدهور المحصول. طبعا دول كان اهم حشيشتين، ولكن بتنتشر باقي المحاصيل، باقي الحشائش المحاصيل الشتوية زي فجل الجمل والحراقة والحميض والسريس والجعضيد، دي كلها حشائش مفروض انا كطالب اعرفها في الموسم الشتوي. وطبعا باقي الحشائش زي الساعد والنجيل حشائش معمرة. بشكل عام انا بتبع دورة زراعية عشان اقاوم الحشائش دي، والافضل ان انا ازرع الكتان بعد محاصيل زي محاصيل العلف، يعني يكون العام السابق ده مزروع مثلا برسيم. ليه؟ لان محاصيل العلف الحصاد فيها بيكون حش، وتكرار الحش للمحصول بيعدم او بيقلل تواجد الحشائش في الارض. فبقاومها طبعا بالاقتلاع باليد قبل رايه المحياه وقبل الرايه الثانيه، والتنقيه بيتم ايقافها لما النبات يوصل لطول 50 متر عشان طبعا ما يحصلش بهدله للزراعه نفسها خلال عمليه التنقيه. يعني مثلا
يجب أن يحرص العمال أثناء تقليل الحشائش على عدم تدويس نبات الكتان. هنشوف فيما بعد موضوع النبات المديس ده، القيمة التجارية للألياف بتاعته بتبقى صفر. فأنا أراعي وأنا بنقي الحشائش من أرض الكتان بالذات، أمشي السير بتاعي يكون في اتجاه مضاد للرياح، وأعتني قوي إن ما أدوس على نباتات الكتان الموجودة في الحقل، لأن يكون النبات العامل داس عليه أو الرياح وقعته أنا كده خسرت الليفة أو الألياف اللحائية بتاعته. طيب الحشائش طبعا تقاوم عادي بالمبيدات الكيماوية، ده بجانب الاقتلاع باليد. علامات النضج والحصاد سريعا كده، الكتان بيقعد في الأرض حوالي 4 شهور ونص إلى 5 شهور، ويعتبر أبقر المحاصيل الشتوية في النضج. التقليع أو الحصاد بيكون في آخر شهر مارس، وبيستمر الحصاد في عروات طبعا متتالية، هنعرف ليه في خلال شهر 4 وشهر 5. وطبعا ما ينفعش أسيب الكتان طبعا بدون تقليع لغاية لما تجف ثماره، لأن لو جفت الثمار وأنا بقلع المحصول فعملية الحصاد بتسمى تقليع طبعا في الكتان، زي ما بتسمى جني في القطن، في جزء كبير من البذرة هيقع مني أثناء التقليع، فبالتالي والألياف كمان هتصبح صلبة خشنة والقيمة التسويقية بتاعتها تقل. فالتقليع عادة لما يبتدي النبات يصفر النصف الأول من الساق بتاعه وتسقط أوراقه، أبتدي أقلع، واللون أغلب الثمار بيكون أصفر باهت، ومفيش أي قلق خالص طبعا لو الثمار دي لم يكتمل نضجها، لأن النضج هيكتمل فيما بعد التقليع. وبرضو يجب عدم اقتلاع النباتات وثمارها ما زالت خضراء، يعني أنا ما ينفعش قبل النضج الكامل أقلع وهي خضراء. ليه؟ ثبت ان ده بيدي الياف ضعيفه، ده غير ان محصول البذره بيضيع مني، لان الثمره لو ما نضجتش مش هحصل على بذره. في نقاط مهمه جدا لازم اراعيها وانا بقوم بعمليه تقليع نبات الكتان في عمليه الحصاد نفسها. ايه اهم النقاط دي؟ ابتدي اقلع الكتان في الصباح الباكر، واوقف العمليه دي اول ما ترتفع درجه الحراره عشان الثمار ما تسقطش على الارض، وأقدر أكمل عملية التقليع بعد كده في قرب الغروب أو أثناء الليل. تاني نقطة أخد بالي منها عدم التسرع في التقليع، يعني ما ينفعش العامل يكون مستعجل وياخد في إيده أكتر من قبضة إيديه، لا هي قبضة بقبضة، والقبضة دي لو قلنا القطر بتاعها بيكون حوالي 15 سنتي، لأن أنا التيلة موجودة فين؟ في اللحاء في القشرة، فأنا لازم أعتني بالموضوع ده أثناء التقليع، ويكون الجذور في اتجاه والثمار في اتجاه بمستوى واحد وتترص مع بعض على الأرض. ثالث نقطة أهتم بيها أو أراعيها، أحط النباتات على الأرض في صفوف متوازية ومتباعدة نوعا ما عن بعضها طبعا، عشان القبضات اللي احنا قلعناها من الكتان ما تتشابكش في بعض، التشابك ده هينتج منه ايه؟ ان الثمار برضو هتقع على الارض او البذور، وطبعا البذره صغيره جدا ما نقدرش حتى نعمل لها ان احنا نلمها بعد كده من الارض، فهنخسر كميه كبيره من المحصول. رابع نقطه، ما احطش النباتات في طبقات سميكه. ليه؟ انا محتاج ان هي تجف ولونها يصفر بسرعه عشان اقدر اعمل لها عمليه تعطين وافصل الالياف. خامس نقطه، اترك النباتات القصيره بالحقل. عشان كده قلنا في عروات، في عروات، انزل الم الالياف اللي هي بطول واحد. طب الياف القنوات او سوري النباتات اللي موجوده على القنوات والريش، وقلنا الحاجات دي ايه؟ سميكه، فطول ما هي سميكه هتقلل من الجوده بتاعت الالياف الطويله، لا فانا بنزل في عروات، فانا النباتات القصيره هسيبها عشان ما اجمعهاش مع النباتات اللي اليافها طويله وتقلل من قيمه الالياف لما بتختلط بيها. سادس نقطه مهمه طبعا، نباتات القنوات والبتون بجمعها برضو لوحدها، والنباتات اللي تمت سواء بقى وقعت نتيجة غلط مني في الري أو غلط مني أثناء تنقية الحشائش وحصل إن هي أصبحت نباتات مديسة ونباتات راقدة، كل ده أنا بجمعه لوحده علشان ما أخلطهاش بالنباتات الطويلة السليمة وتقلل من جودة أليافها. سابع نقطة، صفوف الكتان بسيبها في الحقل من 2 لـ3، بعد كده بقلبها على الوجه التاني مع التفتيح، وبعد 1 أو 2 من التجفيف بربطها ربط صغيرة بقطر 15 سنتي. التربيط ده ممكن يتم في المدة الأولى بعد التجفيف تمام، أو الحزم يعني بعد شوية أيام بعد ما يصفر لون القش بيتم جفافه وتنضج ثماره. بنقل الربط دي للجر
ويتم عملية التربيض زي ما هنتكلم فيها دلوقتي، وتاني يوم في الصبح باكر منعا لسقوط الثمار وفرط البذور. بالنسبة لعملية تجفيف نباتات الكتان من العمليات المهمة جدا في الكتان بعد عملية التقليع. أولا يجب عدم المغالاة في التجفيف، ما طولش الايام، احنا قلنا يومين ثلاثة، احنا عايزين بس الدنيا تبقى مظبوطة في الجفاف. ليه؟ ما هو لو طال هيبقى فيه ضرر. اه طبعا الالياف هتتأثر بزيادة الجفاف، ده غير ان الثمار هتفرط مني. طيب في ماكينات موجودة دلوقتي لحصاد الكتان، فبتستخدم في المساحات اللي بتتم زراعتها بالميكنة والمساحات الواسعة. عملية الهدير من العمليات المهمة أيضا، والمصطلح ده خاص فقط بالكتان، الهدير والتسوير. هندرس طبعا بعض المصطلحات الخاصة بالكتان. أولها الهدير، يعني إيه هدير؟ مصطلح برضو بيجي عارف كتير وموضوع أسئلة في الامتحان. الهدير في الكتان مقصود بيه فصل الثمار عن القش، فصل الثمار عن القش وتفريط البذور بعد نقل المحصول إلى الجرد. إيه الطرق اللي أنا بقدر أعمل بيها عملية الهدير؟ عندنا طريقة التمشيط على الأمشاط المعدنية الثابتة أو المتحركة، من خلالها بمرر النباتات بين الأسنان الحديدية اللي احنا شايفينها في الصورة اللي هي العيدان، فبتنفصل الثمار أو الكبسولة من غير ما أعمل ضرر بالقش، ودي طبعا ما بيحصلش فيها ما بتسببش كسر للقش، ده غير إن البذور بتسقط في مكان واحد، هي عيبها الوحيد إنها طريقة بطيئة. تاني طريقة، في ماكينات طبعا ودي موجودة في الشركات المصنعة للقش بتاع الكتان، بتقوم بعملية الهدير، وفيها طبعا عملية الهدير بتتم من خلال صناديق ذات أمشاط على جانب منها، النبات بيتمرر من خلال الطرف الممسوك باليد، فبتسقط الثمار مفككة داخلها. طيب عملية التربيط اللي قلنا عليها اللي بتتم بعد التجفيف، القش بعد إتمام عملية الهدير اللي احنا قلنا بنفصل فيها الثمار عن القش، بربطه في حزم صغيرة تسمى كوادي. كوادي دي برضو لفظة أو مصطلح من المصطلحات الخاصة بمحصول الكتان، حزم صغيرة، ربط صغيرة، بعد كده بربطها في حزم أكبر وأسلمها إلى أماكن تجميع المحصول تمهيدا فيما بعد إن أنا أنقله بالسيارات إلى شركة التعطين. التعطين ده اللي هيتم من خلاله فصل الألياف عن النبات، ويتبقى الساس، الساس الكتان اللي قلنا بيدخل في صناعة الخشب الحبيبي. طيب التسوير، ايه مفهوم التسوير في الكتان؟ طبعا عملية مهمة جدا، المقصود بيها فرز القش الى درجات مختلفة، سواء حسب الطول او حسب السمك، الطويل مع الطويل، الرفيع مع الرفيع، السميك مع السميك، والرفيع مع الرفيع. طيب الربط بتفكك، بفرز القش الى طويل ومتوسط وقصير، وبرضه بفرزه الى سميك ومتوسط ورفيع. عشان حوض التعطين بملاه بقش من درجة واحدة، حوض التعطين بحط فيه ألياف طويلة بس أو قصيرة بس، سميكة بس أو رفيعة بس. ليه؟ التعطين أبطأ في القش السميك عنه في الرفيع، دي معلومة برضو تاخدها نصاب عينيك. فالتعطين لازم يكون فيه مقاس واحد في قلب عملية التعطين، زي ما احنا شايفين في الصورة كده، الكتان كنباتات بعد فصل الثمار وبعد عملية التسوير بيتحط في مية عشان اقدر افصل القشرة بتاعت اللحاء، وده اسمه التعطين. طيب فايدة انتظام طول القش، تقليل الفقد من الالياف في عمليات التصنيع. اوكي، في اخطاء فنية في زراعة الكتان طبعا فيه، ولازم ناخد بالنا منها عشان نتفاديها وما نقعش فيها. اولا عدم تنعيم وخدمة ارض الكتان بشكل جيد، دي مشكلة من المشاكل اللي بنقع فيها. توسيع احواض الزراعه وتعليه البتون ازمه برضو. عدم ضبط كثافه النباتات، احنا قلنا وحده المساحه فيها عدد معين من الكثافه النباتيه، لو زادت او قلت هيحصل فيه ضرر. طب لو زادت ايه اللي هيحصل؟ النباتات هتطلع ضعيفه لانها مش واخده ضوء كفايه او حراره كفايه، واذا النبات طلع ضعيف هيبقى عرضه للتكسير والتقصف، ولذا النبات اتكسر مش هيبقى فيه ألياف لحقيه اقدر استخلصها منه. كذلك برضو لو العدد قليل في وحده المساحه هيكون النبات واخد ضوء بشكل كفاية وتهوية بشكل كفاية، فهيطلع سميك ويديني قشرة سميكة، دي هتبقى أزمة، النبات خشن أو ألياف خشنة مش هتبقى مقبولة. زيادة معدلات الري والتسميد، مشكلة من المشاكل أو الأخطاء الفنية اللي بنقع فيها، بتسبب إيه؟ بتديني إن النبات بيطول وبيتعرض للكسر والتقصيف. أخطاء التقليع هنسردها مع بعض عشان ننتبه ليها وناخد بالنا منها. التبكير في التقليع او التاخير، دول نقطتين غايه في الاهميه.
التبكير في التقليه ده هينقص المحصول من القش ومن الالياف ومن البذور، وهيخلي النباتات معرضه للكسر. التاخير هيؤدي برضو ان الساق تبقى خشنه وتجف الالياف، ويبقى كمان يحصل انفراط للكبسولات والبذور اثناء التقليه. لو انا قلعت اثناء اشتداد الحراره، فانا لازم اظبط الميزان بتاعي، ولا ابكر ولا اخر. وكمان التقليه زي ما قلنا يكون في الصباح الباكر، الحراره لو عليت واستمرت هيحصل تكسير وانفراط للبذور. تقليع النباتات المديسه مع الجيده هيقلل طبعا في كفاءه عمليه التعطين، وتقل جوده الالياف. كميه المحصول ووزن الارداب في الكتان، الفدان بيديني حوالي 3 طن من القش، طبعا باختلاف الصنف، احنا بنقول في المتوسط. فطن القش الجاف بيديني قد ايه بقى؟ بيديني 80% من وزنه معطل، يعني هيكون في عملية التعطين اللي بيتم فيها فصل الألياف عن الخشب أو الساق، يعني في نسبة فقد بتكون حوالي 20% في التعطين من وزن القش الأصلي. بنزل الطن في عملية التعطين يديني 800 كيلو، لأن في فقد 20%. طيب الطن من القش بقى بيديني كام الياف وكام ساس خشب؟ 15% من وزنه الياف، 20% مشاق، 65 ساس اللي هو خشب، الخشب بعد فصل اللحاء منه اللي بيستخدم في صناعة الخشب الحبيبي. فده بيديني حوالي 800 كيلو جرام من البذور. وكل المعلومات دي طبعا بناء على الصنف، زي ما سردنا الست الاصناف اللي احنا اتكلمنا عليهم، سخة 1 الى جيزة 10. وزن الارداب هنا من البذور 122 كيلو. مصطلحات الهامة بمحصول الكتان، حاجة اسمها الربيب او المديس. ايه هي؟ تقدر على طول تقول ان هي النباتات الضعيفة في الكتان. ايه الكوادي؟ اللفظة دي خاصة برضو بمحصول الكتان، دي حزم نباتات الكتان. طب الهدير والتسوير اتكلمنا عليهم، عملية فصل ثمار وبذور الكتان من النباتات، وتسوير عملية فرز العيدان الى درجات حسب الطول والسمك. كده محصول الكتان تاني محصول الياف درسناه بعمق. ممكن نتذكر مع بعض شوية نقاط بسيطة، ان محصول الكتان من محاصيل الالياف الشتوي، هو محصول الياف الشتوي الوحيد بتزرع يا بدار او في سطور. اليافه بتستخرج من اللحاء اللي هي قشرة الساق. الالياف اللحائية تسمى بالالياف الناعمة، ودي موضع اسئلة في الامتحان ايضا. اما الالياف الورقية تسمى بالالياف الخشنة. اصناف الكتان اللي بتزرع لغرض الالياف قليلة التفريع، اعملوا ربط بقى، لكن اللي بتزرع لانتاج البذور بيزيد بها نسبة التفريع. الاصناف المصريه بتزرع للغرضين وتفريعها بيكون متوسط. حصاد الكتان بيكون بالتقليع، وفصل الالياف بيتم بعد التعطين والتكسير والتمشيط لفصل الالياف طبعا عن بقايا الساق. وبكده يكون محصول او محاصيل الالياف القطن والكتان تم دراستهم بشكل مكتمل. تعالوا بقى نبدا في باب جديد او وحده جديده، وهي محاصيل البذور الزيتيه. محاصيل البذور الزيتيه طبعا من اسمها محاصيل تتميز بارتفاع نسبة الزيت بالبذرة، وأقدر أحصل على الزيت من البذرة. زي إيه؟ عندنا الفول السوداني، عندنا دوار الشمس، عندنا فول الصويا، عندنا السمسم، عندنا الأورتم، عندنا الكانولا. كل دي محاصيل بذور زيتية. طيب في مصر بنعاني من وجود فجوة بقى بين إنتاج الزيت محليا وبين متطلبات الاستهلاك المحلي من الزيت. الفجوة دي أسبابها إيه؟ تعالوا مع بعض نشوف أسباب الفجوة الغذائية في إنتاج الزيوت من بذور المحاصيل الزيتية. أولاً الزيادة السكانية سبب من ضمن أسباب وجود فجوة غذائية. ثانياً زيادة معدل الاستهلاك للفرد نتيجة زيادة الوعي بأهمية الزيوت النباتية. نقص المساحة المزرعة من المحاصيل الزيتية بسبب إيه؟ إن في تنافس شديد بينها وبين المحاصيل التانية في الدورة الزراعية. بمعنى في ناس كتير تزرع محاصيل اعلاف، ليه؟ عندها ثروه حيوانيه، فبالتالي زراعه الارض بمحاصيل الاعلاف هينافس زراعه الارض بمحاصيل البذور الزيتيه. في ناس تزرع محاصيل حبوب زي القمح والرز والشعير والذره، برضو ده ينافس زراعه البذور الزيتيه. رابع نقطه صعوبه التسويق الخاص بمحاصيل البذور الزيتيه، وقله العائد واهمال تصنيع هذه المحاصيل والاستفاده من نواتجها. دي أربع نقط سببت فجوة غذائية موجودة عندنا في مصر. لكن بشكل عام أقدر أتوسع في زراعة المحاصيل اللي احنا ذكرناها الستة دولت، عشان أقدر أساهم في حل المشكلة بتاعت الزيت في مصر، إن أنا أزرعها خارج أراضي الوادي أو في المناطق الحديثة الاستصلاح. ومش بس كده، أستفيد كمان من مخلفات البذرة بعد استخراج الزيت.
في صناعة الأعلاف المركزة للحيوانات. طيب، محاسين البذور الزيتية احنا ذكرناها، هندرس فقط الفول السوداني في هذه الحلقة وفي هذا الفصل الدراسي للعام الدراسي 2021، ويكون ده آخر محصول خاص بالترم الأول. باقي المحاصيل بنعمة ربنا إن شاء ربنا وعشنا هندرسها في الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله. فهنشوف الفول مع السوداني مع بعض من حيث الأهمية الاقتصادية. محصول مهم لأن بذوره تستخدم في استخراج الزيت، البذرة بتحتوي على نسبة كبيرة أو بتعدي 50% زيت. بذوره تستخدم في صناعة الحلويات عشان هو كده محصول مهم اقتصاديا عشان السبب ده أيضا. بذوره تستخدم بشكل طازج بعد معاملتها بالحرارة اللي هي عملية التحميص. ناتج العصير للزيت اللي هو الكزب يستخدم في تغذية الحيوانات. مش بس كده، المجموع الخضري اللي هو العرش يستخدم في تغذية الحيوانات أيضا بعد التجفيف، ويحسن خصوبة التربة لأن زي ما هنعرف إن هو ينتمي إلى العائلة البقولية، فبيزيد من خصوبة التربة في حالة إن أنا أزرعه في الأراضي حديثة الاستصلاح. الوصف النباتي سريعا للفول السوداني، هو نبات عشبي طبعا يتبع العائلة البقولية، وطالما يتبع العائلة البقولية هيكون الجذر الواتي دي بتنمو عليه جذور سنوية، أهم حاجة عليها عقد بكتيرية. الساق يا إما قائمة يا إما مفترشة، ده على حسب الصنف. الأوراق بتكون ورقة مركبة زي ما أنت شايف في الصورة، مركبة ريشية من 4 وريقات، الورايقة بيضية الشكل ذات عنق طويل. الزهرة طبعا زهرة إباطية لونها أصفر، بتوجد يا إما زهرة بشكل مفرد أو في مجموعات بتكون جالسة. بعد الإخصاب طبعا بيستطيل بقى حامل الزهرة ده ويمتد إلى الأرض بحيث إنه يخترق الطرف المدبب اللي بنسميه الإبرة، يخترق التربة عشان يكون الثمرة. الثمرة في الفول السوداني ثمرة قرن، دي صفة مشتركة في محاصيل العائلة البقولية زي ما درسنا سابقا في محاصيل البذور البقولية، الفول البلدي والعدس والحمص والترمس والحلبة وفول المنج، دي كلها ثمرة فيها قرن. هنا القرن بيحتوي على بذرتين أو 3 بذور. أصناف الفول السوداني، هو صنف واحد اسمه جيزة 6، ده من الأصناف الحديثة المنتشرة في الزراعة المصرية. مميزاته أو صفاته، هو صنف رومي بيتميز بكبر حجم القرن والبذرة، بيصلح للأغراض التصديرية، مبكر في النضج لأنه بينضج بعد 120 يوم تقريبا من الزراعة، ومحصول الفدان بيكون من 22 ل 25 أردب، بيتحمل الإصابة بالأمراض. ميعاد زراعة الفول السوداني طبعا هو محصول صيفي، بيتم زراعته في منتصف إبريل وحتى نهاية مايو. الدورة الزراعية يعني بيتواجد إمتى في خلال السنة الزراعية، بيزرع عقب محاصيل شتوية مبكرة زي الترمس والفول والشعير أو بعد البرسيم التحريش. يراعى طبعا إن أنا أستخدم دورة زراعية ثلاثية لما أجي أزرع الفول السوداني. ليه؟ بما تفسر أو لماذا؟ علل. تفاديا لنقص المحصول بسبب انتشار الأمراض عند تكرار زراعته في نفس الأرض. يعني لو أنا الأرض بتاعتي كانت مزروعة السنة اللي فاتت فول سوداني، ما زرعهاش السنة دي. هي دي اسمها الدورة الزراعية الثلاثية. التربة المناسبة، محصول الفول السوداني بتنجح زراعته طبعا في الأراضي الرملية والصفراء الخفيفة جيدة الصرف. لا تنجح زراعته في الاطلاق في الاراضي التقيله طبعا لعده اسباب هنشوفها قدام، لصعوبه اختراق الابر اولا سطح التربه، وصعوبه الحصاد، ده غير تلون غلاف القرون باللون الاسود. لا تنجح زراعته في الاراضي التقيله. افضل انواع الاراضي اللي زراعه الفول السوداني هي الاراضي الرمليه والصفراء الخفيفه جيده الصرف. طبعا لا يناسبه الارض اللي بيها نسبه عاليه قوي من الماده العضويه. ليه برضو؟ خدوا بالكم كل دراستنا للفول السوداني هتلاقيها كلها في صورة علل، نقاط هامة غاية في الأهمية. يعني ليه لا يناسب الفول السوداني الأراضي اللي فيها نسبة عالية من المادة العضوية؟ تكون الإجابة ليه؟ لأن المادة العضوية دي بتؤدي لتغيير لون البذور وانخفاض رطبتها التجارية. الاحتياجات المناخية للفول السوداني، نباتاته طبعا بتنمو في مدى واسع من درجات الحرارة المرتفعة والشمس الساطعة. طرق زراعة الفول السوداني، أولا في الأراضي الرملية اللي بتتزرع لأول مرة، بحرة الأرض وزحفها وخطط الأرض بمعدل 12 خط للقصبتين، هقسمها إلى فير علشان أقدر أتحكم في الري، والري هنا بيكون بروي الأرض على الحامي. واللي بيستفسر يعني إيه الري الحامي، طبعا ده درس نفسي في الصف الأول الزراعي. الري الحامي يعني بدي كمية مية كبيرة في وقت قصير، وده من خلال توسيع فتحة الري. بزرع في اليوم التالي طبعا مباشرة مع ري الأرض، وبعد كده بيساعد ده على تثبيت الخطوط وتوفير طريقة مناسبة أو رطوبة مناسبة لإنبات البذور. طب في الأراضي الموبوءة بالحشائش أعمل إيه؟
هبتدي اروي الارض، وبعد نسبه جفاف بنسميها استحراث، تكون الارض مستحرصه، بحرتها، بحرت عشان اتخلص من الحشائش اللي نمت نتيجه الري، وايضا اتخلص من بقايا المحصول السابق، ثم ازحف واخطط. طيب، بيوصى باتباع الزراعه على خطوط فجور، ده بيساعد على امكانيه الترديم حول النبات. في الزراعه بحط بذره واحده فقط في كل جوره وبروي الريه بتاعت الزراعه. طبعا الزراعه في جور ابعادها بتكون 10 سم، ده في حاله الاصناف القائمه ذات ساق قائمه، لكن الاصناف المفترشه بتكون المسافه ما بين كل جوره والتانيه 20 سم عند الزراعه. طبعا الاصناف المفترشه بتتزرع بكثافه نباتيه اقل من الاصناف القائمه، كوني ازرع بمسافه 20 سم من كل جوره وجوره، فالفدان في الاصناف المفترشه عدد الجور هيكون نصف الفدان اللي انا زرعه باصناف قائمه. الزراعه طبعا بتتم في سطور بشكل آلي بنفس الكثافه النباتيه للاصناف، اراعي فيها المفترش من القائم. كميه التقاوي اللازمه لزراعه فدان واحد من الفول السوداني 75 كيلو جرام ثمار او 40-45 كيلو جرام بذور. طبعا الثمره بتحتوي على بذرتين او ثلاثه. طيب الزراعه لابعاد 10 سم حسب الصنف، بتفضل الزراعه طبعا بشكل عام بالبذور لسرعه الانبات، ما بستخدمش الثمره كامله، لا انا بستخدم بذره فقط لسرعه الانبات. يراعى طبعا معامله البذور بحاجتين، المطهرات الفطريه قبل الزراعه بحوالي 24 ساعه، وبالعقدين قبل الزراعه مباشره. موضوع التلقيح البكتيري ده احنا سردناه في الحلقات الاولى سريعا. طبعا انا بعمل التلقيح البكتيري على بذور محصول الفول السوداني قبل الزراعه، بحضر محلول سكري او محلول صمغي على كوبايتين ميه، وبرش المحلول ده على البذره بعد ما وضعها طبعا على فرشه من المشمع البلاستيك في مكان ظليل. دي كلها شروط، خدوا بالكم لو ما تمتش بشكل مظبوط، احنا قلنا التلقيح البكتيري ليه شروط، لو ما تمتش مش هينجح التلقيح البكتيري، فمش هتنمو عقد بكتيريه، فمش هيزيد من خصوبه الازوت في الارض. بعد كده بقلب البذره بتاعتي في خلال السطح المبلل، وبنصر العقدين الخاص بالمحصول اللي هو الفول السوداني، احنا قلنا كل محصول ليه عقدين خاص بيه. واقلب جيدا بحيث العقدين يتوزع على سطح البذره، واسيبه يجف. بعد كده ازرع مباشره واروي مباشره. عملية الترقيع طبعا أنا بعد تكامل الإنبات، يعني بعد مرور 15 يوم، إذا ظهر عندي جور غائبة أبتدي أزرعها إعادة زراعة ببذور من نفس الصنف. التسميد نركز فيه أولا، التسميد العضوي بضيف 20 متر مكعب سماد بلدي قديم متحلل خالي من مسببات الأمراض، ده بشكل عام. طب الجبس الزراعي بضيف نص طن للفدان في بداية التزهير، غياب الجبس الزراعي ده هيسبب أزمة هنشوفها في العيوب التجارية قدام. ثالثا بقى الأسمدة الكيماوية، وفي الأسمدة الكيماوية دي هنقسم بقى، هنشوف في الأرض القديمة هنعمل إيه وفي الأراضي الحديثة هنعمل إيه. طب في الأراضي القديمة بالنسبة للأسمدة الكيماوية، التسميد الفوسفات هضيف 100 كيلو جرام سوبر فوسفات. تسميد الأزوتي في حالة نجاح التلقيح البكتيري بكتفي بالجرعة التنشيطية اللي هي 50 كيلو جرام سماد نترات نشادر اللي تم اضافتها عند الزراعه. طب اذا لم ينجح التلقيح البكتيري بضيف 15 وحده ازوت الثانيه للفدان في الاراضي اللي سبق زراعتها عده مرات، او 30 وحده في الاراضي الفقيره بضيفها على دفعتين بشكل متساوي تحت نظام الري بالرش لغايه عمر 60 يوم من الزراعه. في الاسمده الكيماويه ايه تاني؟ نترات الكالسيوم سماد مهم جدا، بضيف 100 كيلو جرام للفدان من سماد نترات الكالسيوم في فتره التزهير وتكوين القرون. ليه؟ لان النبات في الفتره دي محتاج لعنصر الكالسيوم بشكل كبير جدا علشان القرن يكون ممتلئ والبذره يكون حجمها مظبوط. التسميد البوتاسي طبعا الفدان بيحتاج 24 وحده، ال 24 وحده دول باخدهم من 50 كيلو جرام سماد سلفات بوتاسيوم. طيب في الاراضي الجديده بقى الاسمده الكيماويه، التسميد الفوسفاتي هزوده شويه بدل من 100 ل 200 كيلو جرام سوبر فوسفات. ليه؟ لانها ارض فقيره اصلا في الحاله الغذائيه. طيب التسميد الازوتي برضه اذا نجح التلقيح البكتيري هكتفي باضافه 25 وحده ازوت على 6 دفعات متساويه. في حاله عدم نجاح التلقيح البكتيري بكمل اسمده المضافه الى 40-60 كيلو جرام ازوت بتضاف على 5-6 دفعات. طيب التسميد البوتاسي بضيف 24 وحده، وبرضه ال 24 وحده بتيجي
كعنصر بوتاسيوم من 50 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم. العناصر الصغرى ما اهملش بقى دور العناصر الصغرى هنا في الاراضي الرمليه، بضيف مخلوط مخلبي من الحديد والمنجنيز والزنك بنسبه 1.5 حديد 1 منجنيز 1 زنك بمعدل نصف جرام لكل لتر ميه، طبعا على رشتين، الرشه الاولى بتكون بعد شهر من الزراعه والثانيه بعد 50 يوم من الزراعه. طبعا بيضاف عنصر البوران بنفس المعدل بتركيز نص جرام للتر ايضا. الحشائش ومقاومتها تنتشر طبعا في الفول السوداني حشائش حوليه زي الشبيط وبرقبه والرجله وبعض الحشائش المعمره زي العليق والنجيل والسعد. بقاومها باجراء العزيق عزقتين ثلاثه قبل رايه المحياه. العزيق ده بيساعد على ترديم التراب حول المجموع الجذري، فبيسهل على الابر اختراق التربه فبالتالي تنمو الثمار بشكل جيد. الري بيحتاج حوالي 20-25 ري اثناء موسم النمو، بيتوقف طبعا على نوع التربه ودرجه الحراره. فبروي من 4 لـ6 ايام ري، ومن كل 4-6 ايام برضه حسب نوع التربه والظروف الجويه. فترات الري يهمني قوي في الاراضي الرمليه او في الجو الحار ان هي تكون قصيره واثناء التزهير. بوقف الري قبل الحصاد باسبوعين لسهوله الحصاد دون فقد في المحصول وحتى تكوين الثمار نظيفه فاتحه اللون. لو انا بروي نظام الري بالرش في الاراضي الجديده بروي يوم بعد يوم، المهم ان انا ادي الفدان كميه ميه من 25 ل 30 متر مكعب في كل ري. الفتره طبعا بتطول بزياده حجم النبات، المهم ان انا اراعي عدم التعطيش خاصه في فتره تكوين البذور. علامات النضج والحصاد الخاصه بالفول السوداني، بلاقي العرش حصل ليه اصفرار، سهوله تقليه النباتات بالقرون دون تقطيع وفقد في التربه. القصرة الداخلية تلون باللون البني الفاتح زي ما احنا شايفين، سهولة تفتح القرون لو انا ضغطت عليها، مش بس كده ممكن كمان اسمع صوت للقرون لما بهز العرش بعد الحصاد. فترة نمو المحصول بتكون من 120 ل 145 يوم على حسب الصنف. بمنع الري تماما قبل الحصاد باسبوعين. الحصاد بيكون بالتقليع باستخدام او باستخدام الميكنة. النباتات بعد التقليع بسيبها من يومين لثلاث ايام بحيث تجف جفاف مناسب، وبعدين افرط الثمار بآلة التفريط. تجفيف وفرز المحصول عملية مهمة جدا، بعد ما بفرط الثمار طبعا من العرش بنشر الثمار في الجرن في طبقة بارتفاع 10 سنتي لمدة من 10 ل 15 يوم مع التقليب المستمر بحيث يتم الجفاف. وبعد كده بغربل الثمار عشان استبعد الثمرة الضامرة وبقايا النباتات، وبعد كده افرز الثمار اللي عندي عشان استبعد الثمرة المصابة والمتعفنة ثم تعبأ. في ظواهر ضارة لازم اتغلب عليها لما اجي ازرع الفول السوداني، يا ريت ننتبه ليها. اولا ظاهرة من الظواهر عدم تكوين العقد البكتيرية على المجموع الجذري، دي طبعا نتيجة بقى عدم صلاحية اللقاح، ما عملتش الشروط الواجب توفرها في العملية نفسها، عملية التلقيح، تأخرت عملية الري، دي مشكلة. طيب الثمار الفارغة بتظهر ليه؟ بسبب نقص الكالسيوم في التربة نتيجة ان انا اصلا ما ضفتش الجبس الزراعي اللي قلنا عليه في التسميد اثناء التزهير، او بسبب العطش. دي كلها اسباب لوجود الثمار الفارغة في محصول الفول السوداني، عشان لو الأسئلة دي جت في صورة عالي الأوبمة تفسر أو لماذا. طيب مشكلة تالتة قلة عدد الثمار المتكونة بقى في قلب التربة، ده بيرجع للزراعة في تربة غير مناسبة. يعني لو حصل تصلب لسطح التربة وأنا زرع في أراضي طينية بيصعب على الإبر اختراقها لتكوين الثمر، فبيكون بسبب عدم الترديم حوالين النبات أو تعرض النبات لظروف معاكسة أثناء النمو وتكوين الثمار. رابع مشكلة بتقابلنا إنبات البذور داخل الثمرة قبل الحصاد. احنا عارفين ان الثمرة بتاعت الفول السوداني بتكون بتنمو في الارض نفسها تحت سطح الارض. الثمرة دي ممكن تنبت قبل محصودها. طب المشكلة دي بتحصل ايه؟ في بعض الاصناف لا توجد لبذورها فترة سكون بعد النضج، او يحصل الانبات نتيجة ان انا اخرت الري الاخير. احنا قلنا لازم اوقف قبل الحصاد باسبوعين اكتر من اللازم، او ان انا اخرت الحصاد نفسه، فبالتالي البذرة موجودة في الأرض مع شوية رطوبة هتنبت. زيادة نسبة الثمار المفقودة في التربة، لما أجي أحصد أخلع العرش ألاقي الثمار كتير ما طلعتش معايا في الأرض، ده هيكون بسبب تأخير الحصاد أكتر من اللازم، بيؤدي لضعف الاتصال اللي هي الإبر بقى ما بين الثمرة والنبات، أو جفاف الأرض أكتر من اللازم عند الحصاد برضه هيخليني أفقد كمية كبيرة من الثمار في التربة. اللون الداكن دي مشكلة من المشاكل اللي بتقابلني في الفول السوداني. تنشأ عن ايه؟ لو اخرت الري الاخيره او اخرت الحصاد، او لو الارض بقى نسبه رطوبه اكتر من اللازم، دي كلها اسباب بتخلي الثمره لونها داكن، وده بيكون عيب تجاري هنشوفه دلوقتي.
او بسبب ارتفاع نسبة الطين بالارض، او حصل ان انا جففت الثمار بتاعتي تحت اشعة الشمس المباشرة وما غطيتش الثمار ليلا. سريعا بقى نمر على العيوب التجارية لمحصول الفول السوداني. احنا ذكرنا مشاكل وقلنا اسبابها وموضع اسئلة للامتحان مهمة جدا. طب ايه العيوب التجارية؟ وجود ثمار فارغة ده عيب تجاري. اللون الداكن للثمار احنا قلنا اسباب، ده عيب تجاري. وجود ثمار ضمرة ده عيب تجاري بسبب طبعا عدم النضج. طب وجود ثمار مصابة او متعفنة ده عيب تجاري. وجود حبيبات رمل ملتصقة بالثمار بسبب التقليه والارض الرطبة. طبعا كمية المحصول، ودي اخر حاجة معانا في الفول السوداني، الفدان بيديني من 15 ل 20 ارداب في الاراضي الحديثة، ومن 20 ل 25 ارداب في الاراضي المعتاد زراعتها بالفول السوداني. وزن الارداب من الثمار 75 كيلو جرام ومن البذور 50 كيلو جرام. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم ونهاية الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2021. بالتوفيق دايما والى لقاء جديد.